هذه رسالة موجهة إلى أهلنا الصابرين الصامدين الجوعى في شمال قطاع غزة، في ظل الجوع الشديد الذي نعيشه في شمال قطاع غزة ونقص الطعام ونقص ماء الشرب، جبت لكم الحل الوحيد المتبقي اللي صبرنا على الجوع، وهو فعل موروث عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. سامحونا يا أخوان، هذا الحل الوحيد اللي ضايل، بدنا نجيب حجر ونربطه على رأس المعدة بهذا الشكل، وخاصة في فترة الليل عند عدم القدرة على النوم بسبب الجوع، نربط الحجر على رأس المعدة بنثبته بهذا الشكل. والناس اللي بنيتهم الجسدية قوية بإمكانك ربط حجرين، وهو فعل أقرب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. حسبنا الله ونعم الوكيل. أكثر من 1 مليار مسلم يعجز عن إدخال الطحين إلى شمال قطاع غزة، أطفالنا تموت من الجوع والعطش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخشى أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني على الفاضي. اللهم إنا لا نشكوك إلى الناس، ولكننا نشكو العرب والمسلمين إليك. أطفال شمال قطاع غزة تموت من الجوع، تئن. نساء شمال قطاع غزة تئن من الجوع. نحن نطلب من أهلنا المسلمين